الجزائر اليوم. اشترك الآن. قدم الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس استقالته من منصبه كأمين عام للأفلان حسب ما نشره الحزب العتيد عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك. وكان ولد عباس قد تقلد منصب الأمين العام لجبهة التحرير الوطني في 22 أكتوبر 2016 خلفا لعمار سعيداني، وسيعوض معاذ بوشارب ولد عباس في منصبه كأمين عام بالنيابة إلى غاية انتخاب أمين عام جديد. وقد تعرض جمال ولد عباس لأزمة قلبية صبيحة اليوم ألزمته دخول المستشفى العسكري بعين النعجة، وقد أودع الأمين العام السابق للأفلان عطلة مرضية طويلة الأمد بطلب من الأطباء الذين ألزموه بالخضوع لراحة إجبارية لمدة 45 يوماً.